الهيئة دائما تصدر بيانات عن كل نوازل القضايا، فالإرهاب وما يتعلق به أصدرت فيه عدة فتاوى ودعت الناس إلى الخير وحذرت من الشر، ومستعدون إذا جاء إذا أراد أحد يسأل عن أمر الواقع وعن علاج لأمر الواقع مستعدون للتعاون. إنما هي الهيئة لها قرارات كثيرة في كل جلساتها تصل بيانا عن قضية ما من القضايا، وهذه البيانات مؤصلة بما يعني كتاب السنة، ليس فيها التطرف ولا تفريط ولا إفراط، بل هي قضايا قرارات شرعية على ضوء ما دل الكتاب والسنة عليه. فالهيئتهم لا تمانع من أن يأتي أحد ليستفيد وليناقش ولي يعني يأتي بما يريد يأتي به. فالهيئة يشرح صدر إن شاء الله ونقاش عادي لوصول الحق.